أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين الكلام هو في قاعدة البناء على الأكثر ولتجديد الذاكرة لابد. من بيان ما انتهينا اليه في الدرس السابق. كان الكلام في الدرس السابق في الجواب على من اشكل على ثبوت القاعده. باشكالين قدمنا لهما جوابين. وبعدما قدمنا هذين الجوابين عدنا واشكلنا من جديد وتوقفنا عند هذا الاشكال الذي يتجه على الجوابين نعيد ذكر اصل الاشكالين والجوابين ثم الاشكال على الجوابين حتى تتجدد الذاكرة ومن ثم نمضي ان شاء الله تعالى أملينا عليكم التالي: قد يقال إن القاعدة مخدوشة بخبر إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: إذا شككت فابني على اليقين. قال: قلت هذا أصل قال: نعم فقد حكم بالبناء على القدر المتيقن مما صلى وليس ذلك الا الاقل للاكثر انه ما دام هذا الخبر الشريف قد حكم بالبناء على القدر المتيقن مما صلاه الشاك فان القدر المتيقن هنا لا يكون الا ما صلاه هذا الشاك وبالتالي يكون البناء على ماذا على الاقل من الركعات لا على الاكثر كما هو مفروض القاعدة فما الجواب على هذا الإشكال؟ قلنا أن الخبر مجمل ولنا أن نجعل البناء على اليقين مؤيدا للبناء على الأكثر، نرد هذا الإشكال بقولنا أن معنى ما فهمتموه من البناء على اليقين مغاير للمعنى الذي نحن نفهمه. أنتم فسرتم البناء على اليقين بمعنى البناء على ما استيقن أنه صلاه من عدد الركعات فيكون البناء على ماذا؟ على الأقل، لكن لنا نحن أن نفسر معنى البناء على اليقين بمعنى آخر، ما هو؟ هو البناء على ما يستبرئ به ذمته يقينا، ولا يكون ذلك إلا بالبناء على الاكثر ثم الاتيان بصلاه الاحتياط. ما هو ما نستشهد به لصرف معنى البناء على اليقين من البناء على الاقل من الركعات الى البناء على ما يبرئ ذمته يقينا؟ ما هي القرينه التي تساعدنا في صرف المعنى الى هذا المعنى الذي نريده، قلنا خبر العلاء. خبر العلاء قرينة على ان البناء على اليقين هو بمعنى البناء على ما يبرئ ذمته يقينا. ما الذي جاء في خبر العلاء؟ قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال عليه السلام: يبني على اليقين وثم فسر معنى البناء على اليقين ها هنا قال إذا فرغ أي إذا فرغ من الصلاة تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن. قلنا فلو كان المراد من البناء على اليقين البناء على الأقل لما كان ثمة داع لأن يتدارك الشاك بصلاة احتياط. إذا كان بناؤه على الأقل ليس هنالك احتمال النقصان في في الصلاة ها هنا، وإنما احتمال الزيادة فقط إذا بنى على الأقل، فأي وجه لأن يتدارك بصلاة الاحتياط. لا وجه لذلك، مما يكشف عن ان البناء على اليقين ليس بمعنى البناء على ما هو الاقل والا لما حكم الامام صلوات الله عليه بوجوب صلاه الاحتياط مع الحاقه ذلك او جعله ذلك تفسيرا للبناء على اليقين. زين فإذن عليه يكون معنى البناء على اليقين البناء على ما يبري ذمته يقينا ولا يكون ذلك الا بالبناء على الاكثر ثم الاتيان بصلاه الاحتياط فخبر اسحاق اسحاق بن عمار الذي اشكل به على مضمون القاعده خبر اسحاق لنا لا علينا ويكون مؤيدا للقاعده بقرينه خبر على هكذا نحن نجمع زين هذا هو الاشكال الاول وهذا دفعه الاشكال الثاني قد يقال ان القاعده مخدوشه بصحيح زراره عن احدهما عليهما السلام اذا لم يدري في ثلاث هو او في اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف اليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك لا يدري هو افي ثلاث هو او في اربع ولكنه قد احرز الثلاث احرز انه قد صلى ثلاث ركعات عنده شك بانه هل صليت الركعه الرابعه ام لا ما هي وظيفته؟ يقول قام فاضاف اليها اخرى ولا شيء عليه، شنو معنى ذلك؟ على الظاهر معنى ذلك البناء على الاقل لانه لو كان المراد البناء على الاكثر لكان الواجب ام ماذا يصنع ان يختم الصلاه اذ انه مردد بين ان يكون قد صلى الثالثه او صلى الرابعه فما وظيفته يسلم يختم الصلاه ثم يتدارك بصلاه احتياط لكننا نجد جواب الامام عليه السلام انه قام فاضاف اليها اخرى مباشرة ولا شيء عليه يعني ماكو عليه بعض صلاة احتياط ولا ينقض اليقين بالشك شنو يعني يعني لا ينقض اليقين مما صلى وهو ثلاث ركعات قد أحرزها بالشك وهو الركعة الرابعة فلا يبطل صلاته لمجرد عروض الشك في الرابعه فقط فلا ينقض اليقين الذي هو الثلاث ركعات التي صلاها لا ينقضها بالمشكوكه وهي الركعه الرابعه فتبطل الصلاه ولا يدخل الشك في اليقين ايضا لا يدخل الركعه الرابعه في الركعات الثلاث يجعل للركعه الرابعه المشكوكه حكم الركعات الثلاث في الاستيقان يجعلها في حكم اليقين فيتم صلاته على هذا الاساس ولا يخلط احدهما بالاخر بان يحكم احدهما بحكم الاخر ولكن الإمام عليه السلام يقول بعدما يقول: ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ينقض الشك، الشك ما هو؟ الركعة الرابعة أحسنتم باليقين الذي هو الركعات الثلاث فيكون المعنى ماذا؟ يعتبر هذه الركعه المشكوكه الرابعه في حكم المنتفية فيتم صلاته على الثلاث يقوم فيضيف اليها ركعه رابعه، كل ذلك معناه ماذا؟ البناء على الاقل وليس البناء على الاكثر فهذا هل يخدش في القاعده ام لا؟ القاعده تقول البناء على الاكثر انت اذا شككت في الصلاه اذا ذهب وهمك الى شيء يعني اذا ظننت شيئا فعندنا قاعده سابقه درسناها هي قاعده حجيه الظن في الصلاه تبني على ما هو المظنون سواء كان اقل ام اكثر ولكن هل قد فكرت 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 ما وصلت الى نتيجه كلا الطرفين ماذا متساويان الاحتمال متساوي ما تدري صليت ثلاث ركعات ام أربع ركعات قاعدتنا التي ندرسها الآن هي قاعدة البناء على الأكثر يقول لك ابني على الأكثر بعدين اختم الصلاة تدارك بصلاة احتياط فالمشكلين ماذا يقولون؟ يقولون لا الآن عندنا هذا الخبر كمثال اللي هو صحيح زراره ينقض القاعدة يخدش القاعدة هذا مفاده البناء على الأقل فكيف تقولون بالبناء على الأكثر؟ الجواب أن لنا كذلك أن نجعل البناء على اليقين مؤيدا للبناء على الأكثر بقرينة خبر العلاء المتقدم على التقريب المذكور نفس الكلام الذي قلناه في رد خبري أو الاستدلال بخبر إسحاق وجعلنا قرينة متخذة من خبر العلاء على ان معنى معنى البناء على اليقين لا ما توهمتموه ايها المشكلون كذلك نجعله في خبر زرار نجعل معنى البناء على اليقين الوارد في خبر زراره بمعنى البناء على ما يبرئ ذمته يقينا هو يريد بر ذمته هو يريد بر ذمته الان فشلون يقدر يطمئن الى انه ذمته بريئه؟ يبني على الاكثر ليش؟ لانه اذا شاك بين الثالثه والرابعه بنى على الرابعه صحيح؟ ختم الصلاه ثم قام وصلى صلاه احتياط من ركعه واحده فهنا يشعر ببراءة الذمه، يستيقن ببراءة الذمه، لماذا؟ لانه اكو احتمالين لا ثالث لهما إما أن تكون الصلاة بالفعل كانت تامة يعني هو لما شك بين الثالثة والرابعة بالفعل كان هو في الرابعة فخلص صلاته ماذا؟ صحيحة فإذا أبرأ ذمته واستيقن أنه بريء الذمة على الاحتمال الأول زين الاحتمال الثاني ما هو؟ أن الصلاة كانت ناقصة كان في الركعة الثالثة لم يكن في الركعة الرابعة فهنا أيضا قد أبرأ ذمته لماذا؟ لأنه قام وعوضها وتدارك بصلاة احتياط من ركعة واحدة فمن الجهتين هو يشعر بماذا؟ أنه أدى التكليف صار عنده يقين أنه صار بريء الذمة هذا بخلاف ما لو بنى على الأقل ليش؟ لأنه إذا بنى على الأقل إذا كشف الواقع أنه أقل أبرأ ذمته شيء واضح ولكن إذا انكشف الواقع أنه كان في الأكثر يعني هو مردد بين الركعة الثالثة والرابعة وهو بنى على الأقل قال أنا بالركعة الثالثة الآن وأكمل صلاتي وبعدين ينكشف أنه ماذا كان في الركعة الرابعة فمعنى ذلك أنه أضاف ركعة أخرى في الصلاة وهذا مبطل للصلاة صارت خمس ركعات فاذا ما يستطيع ان ان يبرئ ذمته يقينا على الفرض الثاني الا ان يقال اللهم انها هنا تعبد والنقاش هو في التعبد انه هل دليل التعبد جرىها هنا ام لا هذا هو النقاش الجواب ان لنا كذلك ان نجعل البناء على اليقين مؤيدا للبناء على الاكثر بقرينه خبر العلاء المتقدم على التقريب المذكور على التقريب الذي ذكرناه في استدلالنا فيكون المراد من قوله عليه السلام قام فاضاف اليها اخرى فراغه من الصلاه بعد البناء على الاكثر وقيامه لاضافه ركعه احتياط مستقله منفصلة أنتم تفهمون الرواية غلط هذا كلامنا للمشكلين على القاعدة أنتم تقولون إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه أنتم فسرتوها بماذا أنه هو داخل الصلاة إلى الآن هو داخل الصلاة يقوم يضيف إليها ركعة إضافية ولا شيء عليه، يعني ماكو عليه صلاة احتياط، احنا نفسرها غير شيء. بالقرينة المذكورة من خبر العلاء نفسر نقول لا قام فأضاف إليها أخرى، يعني شنو؟ يعني انتهى من الصلاة، بنى على الأكثر ثم يقوم يضيف إليها ركعة احتياط مستقلة عن هذه الصلاة. ركعة احتياط مستقلة. منفصلة. ويشهد لذلك عندنا هم شاهد يقوي ذلك ما هو هذا الشاهد؟ ما في صدر هذا الخبر نفسه من الحكم بالبناء على الاكثر نفسه هو الخبر الذي تستدلون به انتم في من هذا المقطع من الخبر تستدلون بالبناء على الاقل نفس الخبر في صدره فالأسطر التي قبل هذه الأسطر التي تستدلون بها فيه صراحة بالبناء على ماذا؟ على الأكثر أين؟ هكذا الرواية تقول زرارة يسأل الإمام عليه السلام من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين الآن عنده شك بين الاثنتين والأربع من الركعات واحرز الثنتين عند اطمئنان انه احرز الثنتين شنو حكمه؟ قال عليه السلام يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحه الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، هذا حكم بالبناء على الاكثر. انه يقوم ويؤدي صلاه احتياط من ماذا؟ من ركعتين هذا حكم الشك بين الاثنتين والاربع. وهو ظاهر في البناء على الاربع ثم الاتيان بصلاه الاحتياط من ركعتين قياما فالخبر كذلك لنا لا علينا ويكون مؤيدا للقاعده لا يكون خادشا في القاعده هذان جوابان على الاشكالين ولكن عدنا مره اخرى واشكلنا على انفسنا قلنا لكن قد يقال أن الجوابين غير سالمين من القدح جوابين من يقول هذا الجوابين تامين لا أكو فيها كلام لماذا شوفوا هنا حجر الزاوية أريدكم شوية تنتبهون لأن معنى قوله عليه السلام إذا شككت فابني على اليقين معناه ماذا؟ هو البناء على يقين موجود لا ايجاده. دقق. احنا قلنا في الجوابين على الاشكالين، معنى البناء على اليقين ليس ما تقولونه ايها المشكلون انه اليقين مما صلاه من عدد الركعات. لا معنى البناء على اليقين هو البناء على ما يبرئ ذمته يقينا ويكون ذلك بان ياتي بان يبني على الاكثر وياتي بصلاه احتياط. سؤال هذا المعنى الثاني بناء على يقين موجود ام ايجاد يقين مستقبلي؟ لا مو يقين موجود، شلون يقين موجود؟ تامل زين لا شوف تامل زين تامل جيد الان هو شاك مثلا بين الثلاث والاربع الشارع يقول له ابني على اليقين عندنا قسمان من العلماء قسم يفسر لابني على اليقين يقول له شنو يقينك مما صليت شاك بين الثلاث والاربع ثلاث, ثلاث. فيقول له خلص أنت يقينك الثلاث ابني على الثلاث صحيح وقوم واعتبر الركعة الرابعة كأنك ما أتيت بها فصليها واختم الصلاة فإذا صار بناءك ماذا على يقين موجود هو يقين موجود اللي هو الثلاث بناءك صار على الأقل في الواقع قسم آخر من العلماء يقول لك لا يقول لك البناء على اليقين يعني ابني على الشيء الذي يجعلك تستيقن انك بريء الذمه. اللي هو شنو؟ انه لا ابني على الاكثر واقوم ادي صلاه احتياط لانه في هذه الحاله انا من الجهتين بريء الذمه، سواء كانت الصلاه ناقصه او تامه فانه اذا كانت تامه فتامه. أربع ركعات أربع ركعات إذا طلعت لا ثلاث ركعات وأنا عوضت الركعة الرابعة بصلاة احتياط فأبرأت ذمتي صحيح؟ ولكن هنا إشكال لما يقال لك ابني على ما يبرئ ذمتك يقينا أنت الآن وأنت الشاك بين الثالثة والرابعة عندك يقين حتى تبني عليه عندك يقين ببراءة الذمة حتى تبني عليه؟ لا، أنت راح توجد يقين، تنشئ يقينا جديدا وهو بختم الصلاة وثم الاتيان بصلاة احتياط ومنها تقول أنا أوجدت يقينا بأني بريء الذمة. فإذا كان المراد إيجاد اليقين لا يعبر عنه بالبناء على اليقين الكاشف عن وجود يقين ينبني أن ينبغي أن نبني عليه صار واضح؟ أي ولكن جوابه يأتي لا تستعجل لكن قد يقال ان الجوابين غير سالمين من القدح، لان معنى قوله عليه السلام اذا شككت فابن على اليقين هو البناء على يقين موجود لا ايجاده او لا ايجاده وتوجيه المعنى الى البناء على ما يبرئ الذمه يقينا بالاتيان بصلاه الاحتياط انما هو عباره عن انشاء يقين جديد. ولا يخفى بعده عن لغه الخبر. اذا كان المراد انشاء يقين جديد، الامام ما يعبر يقول ابني على اليقين. انه هذا ظاهر في وجود يقين ينبغي البناء عليه. شنو هو هذا اليقين الموجود الان؟ ما عنده يقين موجود غير ماذا؟ الركعات التي صلاه لانه ركعه الاحتياط راح تجي لازم ينشئ يقين جديد حتى يبني عليه بلي وان ابيت قلنا ان ابيت اذا رفضت هذا الكلام فقوله عليه السلام في الخبر الاخر ولا ينقض اليقين بالشك اصرح في انه يقين موجود، هذا اصرح من قوله ابني على اليقين في ان هذا اليقين موجود، يقول لا ينقض اليقين بالشك فاذا لابد اكو يقين موجود حتى يحذر عن ان ينقضه بالشك. والا اذا يقين موجود، شلون يعبر عن انه اكو شك ممكن ان ينقذه؟ ينقذ ماذا وهو غير موجود؟ والا فكيف ينقض بالشك ان لم يكن موجودا؟ اذا لم يكن هذا اليقين موجودا. وكذا قوله عليه السلام: ويتم على اليقين صريح في أنه يقين موجود ليتم الصلاة عليه شوف تعبير الإمام ويتم على اليقين يكمل الصلاة على اليقين الموجود شلون يكمل الصلاة على شيء غير موجود يقين غير موجود هذا اليقين سيأتي فيما بعد بإنشاء صلاة الاحتياط فإذا كيف يعبر هكذا يتم على اليقين لا يكون هذا التعبير الا راجعا الى وجود يقين موجود ينبغي ان يتم عليه وليس ذلك اليقين الموجود الا ماذا؟ الا ما اداه من الركعات فإذا تكون القاعده ها هنا مخدوشه ويكون الحكم هو البناء على ماذا؟ على الاقل فإن قلت كيف وخبر العلاء هذا خبر العلاء الذي مر معنا دل على البناء على الأكثر كما تقدم احنا جبنا خبر العلاء طلعنا منه قرينه على أن البناء على الأقل البناء على اليقين بمعنى البناء على الأكثر وإلا لماذا الإمام يقول له قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال يبني على اليقين إذا قلت اثنين لازم يبني خو ليش يقول له إذا فرغ إذا فرغ من الصلاة تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن صلى ركعة احتياط أوجب عليه خو ليش يوجب عليه صلاة احتياط إذا يبني على الأقل ما يحتاج إلى صلاة احتياط للبناء على الأقل لأنه فقط احتمال الزيادة موجود مو احتمال النقصان حتى يتداركه بصلاة احتياط فاحنا اخذنا خبر العلاء قرينه لتفسير سائر الاخبار التي فيها البناء على اليقين كخبر اسحاق وخبر زراره زين فشنو الحل؟ كيف وخبر العلاء دل على البناء على الاكثر كما تقدم قلنا نقول لا حتى في تفسيركم لخبر العلاء غلط قلنا يمكن تقريبه إلى البناء على الأقل نفسه هو خبر العلاء شلون فالشاك بين الاثنتين والثلاث يبني على اليقين وهو الاثنتين هذا يقينه صحيح فإذا فرغ نقول فإذا فرغ مو ما توهمتموه يعني فرغ من الصلاة كلها ذات الأربع ركعات لا وإنما فإذا فرغ من الاثنتين من الركعتين الاثنتين فإذا فرغ منهما بتحقق السجده الثانيه تشهد لا التشهد الأخير وإنما تشهد الركعه الثانيه تشهد وقام قائما فصلى ركعه متصله لا ركعه منفصله بفاتحه القران شنو المشكله يصلي ركعه اضافيه في داخل الصلاه بفاتحه القران الركعه الثالثه والرابعه يجوز فيها بدلا من التسبيحات ان نقرا ماذا سوره الفاتحه فاذا نقدر هم من اول الخبر نقربه الى معنى البناء على الاقل لا كما توهمتموه من انه بناء على الاكثر والأدلية على هذا الوجه ظاهرة في الخبر الآخر وهو خبر زرارة هذا كان خبر العلاء نجي لخبر زرارة إذ يقول عليه السلام إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه نقول تعليقا لو كان المراد من الفراغ والتشهد والقيام في الخبر الاول الذي هو خبر العلاء الفراغ من الصلاه بالتشهد والتسليم ثم القيام لصلاه احتياط مستقله لعبر عن هذا بهذا ها هنا ايضا لو كان هذا هو المراد لعبر كذلك في خبر زراره بمثل هذا التعبير ولكنه لم يعبر بمثل هذا التعبير. احسنتم غير انه اقتصر على ذكر القيام في قوله عليه السلام قام فأضاف إليها اخرى. فإذا الإضافة في نفس الصلاة مو مستقلة. ما ذكر تشهد. ما ذكر فراغ وتسليم. قام فاضاف اليها اخرى وذلك لان الشك ها هنا بين الثلاث والاربع فبناؤه على الاقل يجعله في الثالثه وليس في الثالثه تشهد لانه ليس في الثالثه تشهد ما ذكر ماذا تشهد وقام فصلى ركعة بفاتحة القرآن، ماكو في الثالثة تشهد وهو الشك بين الثالثة والرابعة، فهنا ألغى ذكر التشهد وإنما قال فورا قام فأضاف إليها ركعة. أما في خبر العلاء ذكر التشهد لماذا؟ لأن الشاك كان بين الاثنتين والثلاث ففي الثانية تشهد، هو تشهد الركعة الثانية. زين. فإن قلت إذا هم ما أبي إذا أبيت ما ما أعجبك هذا الحكي فإن قلت فإن صدر خبر زرارة حكم بالبناء على الأكثر فيبعد أن يكون ذيله حاكما بالبناء على الأقل هو نفس خبر زرارة اللي جابوه على أساس أنه دليل على البناء على الأقل ذيله ظاهره البناء على الأقل ولكن صدره ظاهره بناء على الأكثر ويبعد ان يكون الصدر يحكم بشيء والذيل يحكم بشيء اخر. قلنا اذا هذا اشكالك انه خبر واحد واشلون يصير مختلف. قلنا يمكن تقريبه الى البناء على الاقل. ايضا الصدر هذا الذي تقول هو ظاهر في البناء على الاكثر، ايضا لنا ان نؤوله ونفسره على نحو انه بناء على الأقل، اشلون؟ إذ إن الشاك بين الاثنتين والأربع يبني على اليقين. الرواية تقول يبني على اليقين، زين، اليقين نقول وهو الاثنتين. فالرواية تقول يركع ركعتين وين الرواية؟ يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحه الكتاب، انتم فسرتوا يركع ركعتين وهو واربع سجدات وهو قائم بفاتحه الكتاب انه هذه صلاه احتياط من ركعتين، صحيح؟ احنا نقول لا في نفس الصلاه هذه يبني على اليقين، الشك الان بين الاثنتين والاربع يبني على اليقين وهو الاثنتين فيركع ركعتين متصلتين فيهما في هاتين الركعتين المتصلتين اربع سجدات. واداؤه للركعتين يكون وهو قائم يقرا فيهما فاتحه الكتاب ماكو مانع بدلا من التسبيحات الاربع اذ هي بدلا عن التسبيحات الاربع على المشهور او مخير الانسان بينها وبين التسبيحات الاربع على المشهور. ثم يتشهد الروايه تقول ثم يتشهد التشهد الاخير وبه يختم الصلاه. وليس قوله عليه السلام ولا شيء عليه الا اشاره الى انه ليس عليه شيء اخر مستقل عن اتمام صلاته، ماكو شيء مستقل اخر بعد اللي صلاه احتياط، يقول لا شيء عليه. قام يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه خلص كمل الصلاة يبني على الأقل ويكمل هو شاك بين اثنين وأربع كمل الصلاة هو مجرد فصل لك أنه ركعتين إضافيتين كيف تكون ركعتين فيهما أربع سجدات ويتشهد ولا شيء عليه هذا إحنا قربنا المعنى كذلك حتى في صدر خبر زرارة إلى معنى البناء على الأقل لا البناء على الأكثر الى هنا احنا توقفنا فمن الان نبدا بالاشكال على الاشكال على الاشكال اكتب لكن لا يمكن الاعتماد على هذه التأويلات بدعوى كونها تقريبات. لكن لا يمكن الاعتماد على هذه التأويلات بدعوى كونها تقريبات. فهي مضافا إلى ما فيها من تكلف مدفوعة بالنظائر الصريحة شوفوا اخواني هؤلاء كيف فسروا هؤلاء طبعا هم احنا يعني بس يعني احنا بدنا نفترض هكذا انه اكو مشكل واكو مجيب أنه معنى قوله عليه السلام مثلا يركع ركعتين من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه فسروا ذلك بأي معنى أنه يتم نفس الصلاة بركعتين وفيهما أربع سجدات فإذا هذه مو صلاة منفصلة ويستمر بنفس الصلاة هذا تكلف هذا تأويل متكلف لماذا؟ لأنه يعني السائل إلى هذه الدرجة غبي اللي ما يعرف أنه كل ركعة فيها سجدتين حتى الإمام لازم يأكد عليه أنه ترى لما تكمل صلاتك أم الأربع ركعات ترى في الركعتين الأخيرتين لازم تصليهما وأنت قائم مو انت ساجد كانه اكو عندنا صلاه فيها ركعتين اولتين وانت قائم وركعتين اخرتين في نفس الصلاه وانت ساجد او انت عفوا جالس زين لا ياكد يقول وهو قائم لازم يكون هو واقف ده يصلي الركعتين الاضافيتين وترى في هاتين الركعتين الاضافيتين اربع سجدات وبعدين يتشهد ولا شيء عليه أخوة الامر هذا واضح ما يحتاج الى بيان لذلك انت تتكلف هنا كثيرا اذا اردت ان تقول ان معنى ذلك هو اتمام الصلاه لان التفصيل الذي ذكره الامام عليه السلام متضح لكل السائلين نعم لو فسرنا المعنى بالبناء على الاكثر وانه لازم ياتي بصلاه احتياط فهنا يصير كلام الامام سليم ليش لانه ديفصل له هيئه صلاه الاحتياط المنفصله عن الصلاه هل هي صلاه من قيام ام من جلوس لأن يعني صلاه الاحتياط احيانا تكون من قيام احيانا تكون من جلوس احيانا انت بالخيار حسب الموارد الموجوده صحيح وماذا تقرا في كل ركعه يقول لك فاتحه الكتاب زين وفي كل ركعه كم سجده سجدتان اذا هو يفصل لك صلاة جديدة بهيئة جديدة غير متعارفة عن الصلوات المكتوبات اليومية العادية وخصوصا الرباعية فحي فحي فحينما تقول انت انه المعنى هو اتمام الصلاة ولا هذا يفصل بقية الصلاة على هذا النحو، هذا فيه تكلف ظاهر نقول مضافا قلنا لا يمكن قبول هذه التقريبات او التاويلات بدعوى كونها تقريبات، هذه مو تقريبات هذا تكلف مضافا الى ما فيها من تكلف فهي مدفوعه بالنظائر الصريحه، عندنا روايات نظيره لهذه الروايات التي تتكلفون فيها وفيها نفس العبائر نفس التعبير ولكنها صريحة في البناء على الاكثر والاتيان بصلاة احتياط مستقلة. فحتى لو افترضنا ان جوابكم لم يكن فيه تكلف، ان تقريباتكم هذه لم تكن فيها لم يكن فيها تكلف، فماذا نفعل بالنظائر الصريحة؟ النظائر الصريحة كافية. ما هي تلك النظائر الصريحة؟ خبر محمد بن مسلم قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي او اربع فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال عليه السلام يسلم يسلم يعني شنو يعني يختم الصلاة بعد مو يتشهد فقط حتى تقول لا هذا التشهد الثاني التشهد الأول في الصلاة تشهد ركعة ثانية حتى تقدر بهالشكل تتكلف لا هالمرة يقول لك يسلم شنو بالركعة الثانية أكو عندنا تسليم ماكو تسليم قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحه الكتاب وينصرف وليس عليه شيء قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب وينصرف وليس عليه شيء. الان انتم تاملوا هذا الخبر خبر محمد بن مسلم يناظر يماثل تماما خبر زراره الذي تكلفوا في تاويله. قارن بين الخبرين الان التفت الي التفت الي. لا تكتب خبر زرارة شنو؟ من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين شنو الجواب؟ قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه صحيح؟ شنو فرقه عن هذا الخبر؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي او اربع نفس نفس المثال نفس السؤال الشك بين الاثنتين والاربع الجواب شنو يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحه الكتاب وينصرف وليس عليه شيء نفس الجواب غايه ما هنا انه قد ذكر التسليم واهمل ذكر الاربع سجدات فهذا النظير يعطف على ذاك فيفسره نحن نفسر الروايات بضمها بعضها الى بعض لا انه نتكلف في تاويل احدها ثم لا نلتفت الى نظائره لا نلتفت الى نظائر هذه الروايه او هذا الخبر هذا نظير نظير اخر <applause> وخبر ابن ابي يعفور قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى ام اربعا. ايضا شوف نفس المثال نفس السؤال نفس الفرض قال يتشهدُ ويسلم شوف يتشهد ويسلم يعني لازم يطلع من الصلاة يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما فاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم فشوف ذكر اولا يتشهد ويسلم مره اخرى جاء يتشهد ويسلم اذن صلاتان منفصلتان لانه لو كانت صلاه واحده ما فيها تسليمان فيها تشهدان وتسليم واحد تتمة الخبر فإن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة الإمام عليه السلام يقول فإن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وإن كان تكلم فليسجد سجدتي السهو فإذا بعد صار واضح صار واضح جدا. هذا الخ... هذا الخبر شنو نظير ايضا لذلك الخبر ويفصل لا انه ماكو تكلف في الموضوع. مو انه نفس الصلاه حتى تقول لي لا هذا معناه يكمل بقيه الصلاه ركعتين اضافيتين، لا صلاه منفصله مستقله. نظير ثالث خبر الحسين بن ابي العلاء. خبر الحسين ابن ابي العلاء عن ابي عبد الله عليه السلام قال هاي الاخبار للعلم الاخيره كلها في التهذيب لشيخ الطائف خبر الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان استوى وهمه ان استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين واربع سجدات بفاتحه الكتاب وهو جالس يقصد في التشهد صلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصد في التشهد هذا الخبر كذلك نظير لذاك أنه هنالك صلاة منفصلة لماذا؟ لأنه فيه صراحة أنه سلم إن استوى وهمه في الثلاث والأربع الآن هو شاك أنه صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات واستوى وهمه صار اكو تعادل ظن ما دا يصير عنده يصير عنده فقط شك تساوي الطرفين استوى الوهم ها هنا ما ذهب وهمه إلى الثلاث أو ذهب وهمه إلى الأربع حتى يبني عليه بناء على قاعدة حجية الظن. لأ. استوى وهمه. شنو يقول الإمام عليه السلام؟ سلّم وصلى. إذا لازم يختم الصلاة هذه فإذا يكون باني على الأكثر وثم يأتي بصلاة احتياط. ولكن هنا قد تقولون لي شيخنا أكو إشكال. هو شاك بين ثلاث والأربع اللي ناقص شنو ركعه واحده شلون يقول سلم وصلى ركعتين واربع سجدات شلون يتدارك بركعتين الجواب دقيق في نفس الخبر واربع سجدات بفاتحه الكتاب وهو جالس الركعتين من جلوس في صلاه الاحتياط عن ركعه من قيام فالجواب صحيح زين تقول لي لا وهو جالس الروايه تقول الراوي يقول يقصد في التشهد يعني هو جالس وهو في التشهد يقصد وهو جالس اما ذاك وهو قائم فإذا هما ركعتان من قيام فإذا عاد الإشكال من جديد الجواب كلا دقق جيدا يقصد في التشهد يعني يتشهد تشهدا خفيفا ما يقرأ تشهد يقصد يعني يقتصد يقتصد بهذا المعنى يختصر وذلك لورود روايات كثيرة أخرى ما نقلناها هنا ما كتبتها أنا اليوم مو مو في موضوعنا هذا ما أدري نقلتها لو لا آه موجود الحمد لله رح يجي بعدين أنه يتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا يتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا لأنه التشهد للعلم هذا الذي نحن نقرأه الآن هذا جزء هو هذا اللي احنا ترى نقرأه عادة في الصلاة هو هذا التشهد الخفيف والا في في الروايات الشريفه كثير اكو انه تشهد طويل نعم يعني كثير كثير اكو تشهد طويل تسليمات كذلك الامام عليه السلام يقول في صلاه الاحتياط اختصر تشهد خفيف يقول يقصد في التشهد يعني يختصر في التشهد يقتصد في التشهد فاذا ليس معنى وهو جالس يقصد في التشهد يعني الجلوس فقط في التشهد لا وانما الجلوس في الركعتين كلتاهما زين. نعم وهو جالس ويقصد في التشهد ليش شنو وهو جالس ويقصد في ويقصد التشهد مو شرط لا لا هذه عباره منفصله يعني وهو جالس تتمت جمله يقصد في التشهد تتمت جمله اخرى او جمله اخرى ابتداء او يستأنف جمله اخرى زين اكتبوا ولغه هذه الاخبار شوفوا احنا قدمنا ثلاثه نظائر ثلاثه اخبار نظائر لتلك الاخبار التي تكلفوا في تاويلها ولغه هذه الاخبار هي لغه خبري زراره والعلاء هذه الاخبار هي لغه لغتها هي نفس لغة خبري زرارة والعلاء، نفس اللغة، نفس الفروض، نفس المعنى. وفيها وفي هذه الأخبار النظائر وفيها النص على التسليم والخروج من الصلاة. وفيها النص على التسليم والخروج من الصلاة ثم اداء ركعتين عفوا ثم اداء صلاه منفصله هي صلاه الاحتياط فلا وجه للقول ان التعبير فلا وجه للقول ان التعبير بالفراغ والتشهد والقيام وكذا التعبير بلا شيء عليه لما الامام عليه السلام يقول ولا شيء عليه في نهايه الخبر فلا وجه للقول أن التعبير بالفراغ والتشهد والقيام وكذا التعبير بلا شيء عليه يراد به إكمال الصلاة بالبناء على الأقل. لا وجه لهذا القول أنه هذه معناها المراد بها إكمال الصلاة بالبناء على الأقل. فلا وجه للقول ان التعبير بالفراغ والتشهد والقيام وكذا لا شيء عليه يراد به اكمال الصلاه بالبناء على الاقل والقيام لركعات متصله وعدم ترتب صلاة منفصلة عليه. لا وجه لهذا القول. وعدم ترتب صلاة منفصلة عليه. فإلى ها هنا القاعدة ما زالت ماذا؟ مستقرة معنا، إلى ها هنا، ولكن تأتي إشكالات أخرى إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد, وعلي محمد.